ثمان دراهم سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم، ارتفاع بحوالي 4 دراهم عن السعر الأصلي في أسواق البيضاء، وبدرهمين أو 3 ارتفع ثمن باقي الخضروات. أسعار الخضر كما سولته دابا على اللوبيا تيقول لي 16 درهم، يعني غالية بالنسبة للمعيشة اليوم، يعني غالية بزاف، غالية بزاف. يعني موالفينا كاع تطلع تكون ب 10 درهم، مي 16 درهم بزاف، يعني الدوبلاج بزاف. غالية شوية، غالية لا ماجوريتي غاليين. شنو في نظرك السبب؟ شنو قالوا لك السبب؟ هو السبب ما كايناش الخضرة ما موجوداش، لأن الشتا ما كايناش، لأن ما وجداتش. تأخر التساقطات المطرية كان السبب وراء هذا الارتفاع الملحوظ حسب البائعين، ارتفاع يتزايد بتزايد الطلب وبقلة الإنتاج. طالعة واحد شوية حيت دابا حيت ما كاينش الشتا، تيقول الناس ما كاينش الشتا، ودابا بالنسبه للبصله كانت غير ب 5 دراهم، مع الدراهم ونص دابا ولات ب 8 دراهم. مطيشه دابا ب 8 دراهم. الطاطا كنجيبوها ب 4 دراهم، هذاك الفنجان 4 دراهم، خير 4 دراهم، فلفله 4 دراهم ونص. مع الشتا ما كايناش، وهادشي كلشي طالع، بحال الخيزو دابا 8 دراهم، قرعة 12 درهم، بطاطا 7 درهم، بصلة 7 درهم، ما عمرناش هادشي شفناها كاع، السلعة كلها طالعة. علاش السبب؟ الشتا ما كايناش، دابا السلعة كلها مطيشة، دابا دايرة 170 درهم الصندوق، فيها 28 كيلو. شحال كانت كدير في الأصل؟ كانت دايرة 80 درهم 70 درهم، دابا النص زايدة في الصندوق. هو ارتفاع تتجدد معه آمال المواطنين في أن تجود السماء بغيثها لضمان موسم الفلاحي الجيد ولتعود الخضروات إلى أسعارها الأصلية.